خارجين على سلوك هذا المجتمع يجب أن يستنشقوا هواء نقيا. ولكم يسعدنا أن نستمع إلى تعقيب من الجنرال مانجر رياض المنفلوطي، فليتفضل. أنت بقول لك مزنزر اللي يطلع، مش مزنزر، أنت الجنرال مانجر. أنا اللي أطلع أنا؟ أنت شغال مبيد حشري؟ ده اللي فيه ده موضة كتكوتة. برافو استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً بحب أشكر الأستاذ البني آدم اللي كان بيتكلم من شوية، وأقول له إن أنا يعني هعكم على نقطتين. أول واحدة التشرد الأطفالي. بالنسبة لتشرد الأطفال، أحب أقول إن تشرد الأطفال ده مش موجود هنا بس، بالعكس أبسولوتلي التشرد ده موجود على مستوى العالم كله. فعتبة إن ده عدين التيزة للسيد مسؤول لجنة حموم الإنسان إن النهارده الجنيه غلب الكارنيه، ودي أمر واقع النهارده. فلازم نكون ذات نظرة مبعدية شوية، يعني نكون صحباتها، وإن إحنا نبدأ نفكر يعني إيه هو نضيف اللي ساعاتهم بيقول عليه. هو نضيف يعني صعب، لأن إحنا عندنا النهارده الولد الصغير بالنسبة للتشرد الأطفالي، الولد الصغير بيبقى ماسك الكيس البلاستيك وتحت كوبري الملك الصالح، وعمال حاطه على بقه وعمال يشمه في كله، يفضل يشد لحد ما وشه بقى عامل زي فردة الكواشت، ويروح الباب بالليل يشم في رجلين إخواته. فهيجي منين اللي هو نضيف؟ فيعني شوفوا لهم حل، بنينا لهم بيوت، عملنا لهم سندوتشات حلاوه بالقشطه. وانا من هذا المبنى احب اوجه كلام للسيد المسؤول رئيس لجنه حقوق الانسان ان ان ان, إن لازم قدامكم يكون حل من اثنين تحلوه، يعني يا تبنوا لهم البيوت يا توفروا لهم الكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احيانا المريض بعد النوع ده من العمليات سلوكه بيتغير، يعني ممكن يبقى نقيض، توقع منه اي حاجه عكس اللي كان بيعملها قبل كده، ده طبيعي جدا. اتس امبوسيبل. انتي بتتكلمي معاه كده؟ طب اللي انا هقوله لك ده ملوش علاقه بالطب، اعتبريه كلام ستات في ساونا. ده جوزك، يعني مفيش حرج من اي نوع. اللي له جلابيه حمراء بتلمع، منزل بترتر، حاجه كده احمر في فوشيا. ازاي؟ عارفة؟ انت لو خدتيه وغيرتوا جو في أي حتة أكيد هتلاقوا مع بعض صيغة أحلى. حاولي. اسمع يا حياة قلبي نداء. عملوا 200 قصة مع بعض كلها مأساويات، لازم يموتوا آخر المسلسل. هو عنيف رصيف من 5 ده لازم عند العزيز دي. معلش بقى استنى. لا 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 نعم. انا عايزه اقول لك على حاجه. قولي اي حاجه، اي حاجه انت عايزه تقوليها قولي، غير اي حاجه انت قولي. شاكيناز على اصول. ايه شاكيناز على اصول دي؟ شاكيناز؟ ايوه انا السجاده ده انت بقى تجيبيها ولا قفص قرص ولا ايه؟ يعني ايه دي؟ بنتنا شاكيناز. بنتنا والله العظيم. انت نسيت ان احنا مخلفين؟ لا والله انا كنت بهزر بس والله. انا عارف. ارجوك اعملها كويس عشان خاطري. بليز. حبيب بابا، حبيب بابا اللي كانت وانا مظلمه الدنيا، حبيب بابا، حبيب بابا. لازم يجي بعيد قوي يا حبيبتي. يا ما بتردش ليه؟ خرصه ولا ايه؟ دي مش بنتنا يا رياض. اما بنت مين دي؟ دي بنت الشغاله بتاعت ماما. والله معلش ما انا يعني انا برضه قلت يعني انت بيضه وانا بيضه، ازاي نخلف صباع العجوه ده؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. مش سلمي على دادي؟ مامي هو مال صوته اتغير كده ليه؟ معلش سلمي على دادي. انا مبسوطه قوي ان حضرتك خفيت. بونس الكروته دي انا اندهلها يا شعفه بوتاجاز يا بوتاجاز. اسمها ايه؟ البت حلقت لي زي ما اكون في حيوان سلابندر قاعد على الارض. انت معودها على كده. انا معودها على كده؟ ايوه. طب اعمل ايه؟ اطلع لها عشان خاطري. بليز. اطلعها على طول؟ بليز. قلت لي اسمها ايه؟ شاكي. الاسامي اللي عايزه تتلوي دي. يا شاكر. وبعدين عمو التنين خد عقد المغاره بتاعت ابوه وراح طرده منها وجوز ولاده التنانين. بقى شاطر اللمبي رماه في الغوبه. صحي الصبح بقى بعدها بكام يوم كده، ساعتين يعني بعدها يعني صحي فلقى نفسه بني ادم تاني مش فاهم اي حاجه. تفتكر ده يبقى ايه؟ ده يبقى حمار حضرتك. ده مين ده؟ هو ابو حمار. ذكية بنت النور. افتح الزنزانة واصرف انت. مبروك. مبروك دي تقولها لي على الموبايل اما ابقى بره مصر. والله بقى الحكاية دي حلها في ايدك انت. اصل في مشكلة صغيرة تتوقف عليك. خير؟ في ايه؟ رياض باشا ماله؟ انت مش قلت خلاص بقى معانا؟ من ناحيه خلاص هو خلاص، بس طالب اتنين. اتنين ايه؟ 2 مليون. بس ده كتير قوي. انا برضو قلت له كتير، قال لي هو هيدفع حاجه من جيبه، ما كله من فلوس البنوك. ايوه بس دي ما فيهاش. بس النهارده رياض باشا معانا، بس ممكن يتغير في اي لحظه. ده احنا ما صدقنا اقنعناه، وبعدين هعصفرهم في رياض احسن من مليار وانت في السجن.